السلام عليكم. وعليكم السلام. ليكم جواب. كتر خيرك. مين يا تغريد؟ ده البوستاج يا ماما. جواب من السعوديه. اخيرا افتكرتنا بجواب يتيم. شكرا. مين يا سميحه؟ افتكرتنا. دي نواره بعتت جواب. تو ما افتكرت. شكلنا كده مش هنتفق. ليه بس يا معلم؟ أنا مش معلم، أنا اسمي رجب، رجب الفرخ وبس. تفهمني بس احنا ليه مش هنتفق؟ بصراحة يا ست هانم العرض بتاع حضرتك مش لادد عليا قوي، جات لي عروض أحسن منه بكتير. يا ست هانم قدري الوقفة في عز الشمس والحر والجاري ورا العربيات والملاطفة والمحايلة في الزباين والدعاء. إيه؟ طب تصدقي وتأمني بالله؟ أنا النحل اللي بسرحه بيقول نكت للزباين عشان يشتروا. وبعدين بصراحة إحنا المفروض بنشتغل لحسابنا إحنا، مش حساب الشركة بتاعتكم. يا ريتني صاحبة الشركة، أنا مجرد مسؤولة مبيعات. وهي مسؤولة المبيعات دي شوية، دي حاجة كبيرة أوي. طيب، إيه رأيك؟ على كل عبوة 15%. عشرين في المية كتير. عايز الأخ رجب الفرق. 15% كويس؟ لا ما ينفعش. لا ينفع. اهلا يا باشا. اهلا اهلا يا محترم. اهلا وسهلا. انا رجب الفرخ. اهلا بيك. اهلا يا باشا. اتفضل اهو. شفت يا استهانم؟ اهو عرض من العروض اللي انا قلت لك عليها من شويه وصل اهو. اتفضل يا باشا. اتفضل. خلاص اعتبرنا اتفقنا. لا احنا لسه ما اتفقناش، احنا اتفقنا على النسبه بس، لسه في حاجات تانية ما اتفقناش عليها. طيب ده الكارت بتاعي، ابقى اتصل بيا عشان نكمل اتفاقنا، بس ابقى اختار مكان غير ده عشان نقعد فيه. معلش يا ست هانم لا مؤاخذة والله العظيم، العيال ولاد الكلب الرمم لما قالوا لي ان في واحدة ست عايزاك في الشغل فانا قدرت غلط. ده انت الاتفاق معاكي لازم يكون في الشيراتون. بعد اذنكم. اتفضلي. شرفتي ونورتي. بحفظ الله. لينا كلام معاك بس بعدين. كل واحد يلم نفسه بدل ما يلمه بمعرفته. اهلا يا باشا. اهلا 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 بيك. لا مؤاخذه انا ما اعرفش حضرتك. بس عملت شغل بيا. وايه رايك؟ شطاره ولا مش شطاره؟ شطاره وفهلوه وشغل مية. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. مين حضرتك بقى؟ انا صبح المحامي من مكتب الاستاذ برهام المحامي. الاستاذ برهام استاذ الاساتيز. الباشا يؤمر بايه؟ ولا اي حاجه، انا اشرب ازازه الكازوزه بتاعه الحلوه اللي كانت قاعده هنا. امرك يا باشا. الله يخليك. لكن من غير فضول يعني، ايه الشغلانه اللي كانت جايبه الحلوه دي هنا؟ لا مفيش، دي واحده شغاله مسؤوله في المبيعات بتاعه شركه مناديل ورق، كانت عايزاني اخلص لها شويه شغل كده. دي حكايه جديده عليا دي. المهم الباشا عايزك تبقى تعدي عليه في مكتبه. أنا تحت أمر الباشا. بس خير، في حاجة؟ أكيد في حاجة، بس أنا ما أعرفش عنها أي حاجة. وقال لك إمتى؟ أي ليلة بالليل. هو عموماً بيبقى موجود في مكتبه بعد الساعة 9. على ما أشوفه بلاغه السلام وحياته. الله يسلمك. طب الحاجة الساعة طيب؟ المرة الجاية بإذن الله. ماشي يا متر، شرفت ونورت. الله عليك يا باشا، ده أنت يلزمك مكتب كبير قوي عشان المقابلات الحلوة دي. قريب يا واد حلبة. بس ما تنسانيش معاك يا عمنا. لا أنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالكم ساهمين كده ليه؟ نورة بتقول إنها عايشة في هنا وسرور وإن معتمد بقى حاجة تانية خالص. وبعدين يا ماما دي خلفت، جابت واد، مش عاوز تفرحي ليه بقى؟ تغريد. نعم. هو كل حاجة في الجواب تشرح القلب الحزين، ما قلناش حاجة. بس أنت قلتي هي سامت ابنها إيه؟ عتبة.
عتبة؟ عتبة الباب دي ولا ايه؟ ساكت ليه يا ربيع؟ يمكن عتبة الخير يا سميح. هو يعني من قلة الأسامي عشان سمي ابنها عتبة؟ فين أحمد ومحمد ومحمود ومصطفى والأسامي الحلوة اللي ما بتخلصش دي؟ اتجننت البنت دي عشان سمي ابنها عتبة؟ يبقى لازم أبوه اللي سماه. عندك حق، ما هو ناطع ويعملها. استنوا بس يا جماعة، أنا بتهيألي الواد ده ما اسموش عتبة. أمال هيكون اسمه إيه؟ عتبة. ايوه صح، عتبه مش عتبه. يا مثبت العقل والدين يا رب. طب عتبه دي وفاهمين معناها، عتبه دي بقى ايه؟ جايز اسم سعودي. هو خلاص معتمد بقى سعودي عشان يسمي زيهم؟ بنت يا تغريد، انت عرفتي منين ان اسمه عتبه مش عتبه؟ من المسلسلات الدينيه يا ماما، هي اللي فيها عتبه وعقبه والحاجات دي كلها. جايز يا جماعه الواد يكونوا سموه حاجه تانية، وعتبه ده اسم الدلع. يا بنت فايق ورايق، تكونش يا راجل رجعت الافيون تاني؟ افيون ايه يا وليه اللي هرجع له تاني؟ انا مبطل الافيون بقالي 15 سنه، ايه اللي هرجع لي ليه تاني؟ وبعدين بنتك ما هي بتقول اهي عايشه في سعد وهنا ومبسوطه وعماله تتفسح هناك في الشوارع والنسوان وفي الجناين، وان جوزها اتبدل وبقى عالي العالي. صحيح يا جماعه، نسيت اقول لكم الملحوظه اللي هي كاتباها في اخر الجواب. قولي وخلصينا. بتقول يعني ان احنا لو كان عندنا تليفون في البيت زي كل الناس كان زمانها بتكلمنا كل يوم. ايوه يا ربيع، احنا ليه ما عندناش تليفون زي بقيه الخلق؟ علشان ملوش عازه عندنا يا سميحه. اهو بقى له عازه. وانا ما اقدرش اركب تليفون في بيت فيه بنتين عشان عيارهم يفلت. والله عندها حق، يعني لو كان عندنا تليفون مش كانت كلمتنا وعرفنا ابنها اسمه ايه؟ عتبه ولا عتبه ولا ايه بالظبط؟ كمان يمكن كان عاطف كلمنا بدل ما احنا مش عارفين عنه حاجة. هو يعني انا لو قدمت على التلفون دلوقتي هيجي لنا بعد كام سنة تكون هي رجعت بالسلامة؟ خلونا نشوف شغلنا احسن. حاضر يا فندم، هبلغه. مساء الخير. مساء النور. سعيد بالقصاص موجود؟ موجود يا فندم. اقول له مين؟ عرفه. عرفه ايه؟ لا قولي له عرفه، هو عرفه. طب هو عنده مقابله واول ما يخلص هبلغه على طول. اوكي انا مش مستعجل. الامانه بالكامل يا سعيد بيه، بس انا شايف ان الشنطه كبيره وشكلها كده مليان للاخر. اه ما هو اصل في اوراق صغيره واوراق كبيره، احنا اصلنا بنلم اللي في السوق، الموجود بناخده، كبير بقى صغير مش مهم. يا سيدي لم زي ما انت عاوز، بس تبقى حوسه لو الكميه كلها من فئه الخمسه. اصغر حاجه في الشنطه 20، وبعدين دلوقتي البنوك بتقبل الدولار الواحد. خلاص يا سعيد بيه، بقى في مكان بيعد الفلوس دلوقتي. طب البنوك عندها مكان للعد، انا بقى ما عنديش. احنا مفيش حد يعد بعدينا يا سعيد بيه، احنا سمعتنا عندنا اهم من اي فلوس في الدنيا مهما كانت كتير. تمام. اوعكم فاكرني لا سمح الله سيء الظن، وبتاكد ان جوه الشنطه دي فلوس مش حاجه تانية. كل الحكايه اللي انا بحب اتفرج على شكل الفلوس بس. صباح الخير. صباح النور. ده وقت تيجي فيه؟ انا جايب لك خبر حلو، هو اللي جابني على ملوشي. مين يا تغريد؟ ده احمد يا ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني، واقف كده ليه؟ خليه يتفضل يا تغريد. اتفضل. امي ادتك التاشيره وختمت لك الباسبور. خش. ازيك يا عم ربيع؟ اهلا يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا. انا جاي ومعايا خبر هيفرحكم قوي. يا رب. قول يا ابني، يمكن تشيل شويه من الهم اللي حط علينا. عاطف نجح. عاطف نجح السنه دي في الكليه. اكتمي يا بت. ف
في ايه يا ربيع؟ ما تخلي البنت تفرح باخوها. هو فين اخوها؟ وانت عرفت منين يا سي احمد؟ واحد صاحبي اعرفه وهو زميله في الكليه، كنت بقرا العداد عندهم في شقتهم وكانوا بيوزعوا شربات، وهو اللي قال لي. كتر خيرك يا ابني، واقف ليه؟ ما تقعد على الاقل يعني تاخد لك حته بسبوسه، حلاوه النجاح وعز الجلال الله مالوش حق ابدا. معقول ابني باب الاسود دي كلها حتى لما ينجح يستكتر على اهله الفرحه؟ ما يمكن لسه ما عرفش يا ماما. ولا عرف، نجح ولا سقط اهو كله نفسه. خلينا نشوف شغلنا. هو انت ليه عامل بضاعه قليله كده يا عم ربيع؟ على قد الشغل يا ابني. عمك ربيع يا ابني ما بقاش قد الشغل ولا حمل السهر، يا دوبك هما ساعتين ثلاثه وبيجي. اللي كان بيسهر كان عاطف. هو انا ممكن اقول حاجه؟ ما تقول، هو حد فينا كان منعك تقول؟ انا مستعد اسهر بالعربيه لغايه قبل الفجر بشويه. طب وشغلك في الحكومه يا ابني؟ شغلي بيكون بالنهار، وانا بالليل لا شغله ولا مشغله. يعني هو مسمح لكم؟ اه طبعا، انا عندي زملاء كتير في الشغل، في منهم اللي بيشتغل على تاكسي، وفي منهم اللي بياخد ورديه بالليل في مطعم، وحاجات تانية كتير. ايوه يا ابني، كل حي عايز يوسع رزقه. والله انا لو بايدي ما عنديش مانع، بس انا ليا شرط. ايه هو شرطك؟ تعلموني الصنعه واعرف سرها. طب انت عايز تعرف سر الصنعه ليه؟ عشان اشتغلها، واكيد لما هتعلم صنعه احسن لي من الوظيفه. والله يا احمد يا ابني انت عاقل. شوف يا ابني، احنا بنجهز البضاعه بتاعتنا بالنهار وقت انت ما تكون شغال في الحكومه، وبنطلع بيها بالليل. وانت عشان تتعلم لازم تبقى ايدك بايدنا من اول العجينه وقبل العجينه كمان. ليك عليا دبر اموري. لو تقدر ايه المانع؟ صبر بالله يا سميحه، الحكايه مش سهله زي ما انت فاهمه. هو ايه الصعب بس يابا؟ انت الصعب اللي في الموضوع. شوف يا ابني، من ناحيه الاعلام انا مستعد اعلمك، مش هتاخر عنك. لكن النقطه الثانيه لازم ندبرها، لان الناس لما يشوفوك داخل خارج عندنا هيتكلموا. الناس ما وراهاش الا الكلام من غير ما يسمعوا ولا يعقلوا. انا هدخل البيت في وجودكم، وبعدين تغريد ما تخافش عليه. سي احمد، عمك ربيع في المساله دي عنده حق. خلاص يا ابني، بالنسبه يا ابني للاعلام انا ما عنديش مانع، بس موضوع الدخول والخروج ده نتفق عليه، وان شاء الله ربك يدبرها. نقرا الفاتحه. خليكي زي ما انت. ما صحش يا فندم. اسمعي الكلام، ايه الموضوع المهم اللي خليكي مستعجله عليه قوي كده؟ في حد جه امبارح بالليل لاول مره، كان معاه شنطه كبيره، الشنطه دي شكلها فيها فلوس كتير. دخل المكتب للبشمهندس ونزل من غيرها، والبشمهندس نزل بيها بس كان شايلها بنفسه. والراجل ده شكله ايه؟ قال اسمه عرفه. شكله قصير وبدقن وشعره طويل. ما تعرفيش تكلمه في ايه؟ انا جبت لحضرتك الشرير، حسيت الغموض اللي في كلامهم خلاني استعجل مقابلتنا النهارده. برافو عليك يا هند، انا لسه بعرف اختار الشخص المناسب في المكان المناسب. مع السلامه. انت كامل يا سعيد. بس انا شايف ان الشنطه كبيره وشكلها كده مليان للاخر. اه ما هو اصل في اوراق صغيره واوراق كبيره، احنا اصلنا بنلم اللي في السوق، الموجود بناخده، كبير بقى صغير مش مهم. يا سيدي لم زي ما انت عاوز، بس تبقى حوسه لو الكميه كلها من فئه الخمسه. اصغر حاجه في الشنطه 20. الله ينور يا احمد يا ابني، لماح وبتلقط. يعني انفع عم ربيع؟ ايه اللي تنفع؟ لو استمريت على كده كلها شهر واحد وتبقى احسن مني. لا لا عفوا عم ربيع. طب لو انا سبت الشغل بتاع الحكومه هيجرى حاجه؟ هيجرى ايه يعني؟ الارزاق على الله. لكن لو انت سبت شغل الحكومه انت ضامن تلاقي شغل بره؟ انا عاوز اشتغل حر. ايوه يا ابني، بس انت شغلتك دي مش موجوده غير عند الحكومه.
طب انا هعرض لك الحكايه اكتر يا عم ربيع. انا بحصل من شغلتي 56 جنيه بالحوافز. لو انا اشتغلت معاك هنا على العربيه وبرضه هجهزها معاك الصبح، اقدر احصل المبلغ ده؟ تقدر تحصله واكتر كمان، بس لازم تعرف ان رزق الشارع مش ثابت، مره يزيد مره يقل مره يبقى على قد، وهو في الاخر ربك بيسويها. يعني موافق على ايه؟ على ان انا اشتغل معاك. ما اصل كشاف النور عمره ما هيبقى وزير الكهرباء. بتاع البسبوسه عمره ما هيبقى وزير البسبوسه. بس ممكن يبقى حلواني ويفتح محل كمان. شوف يا ابني، انا موافق بس جوايا شويه قلق، لازم ادورهم في دماغي يمين وشمال. قلق مننا يا عم ربيع؟ لا مش منك انت، من الناس يا ابني. معنى كده لو ده حصل يبقى انت هتدخل بيتي كتير عشان تحضر الشغل، والبيت دلوقتي ما فيهوش راجل غيري، وانا ساعات بطلع اقضي مصالح بره. من ناحيتك انت انا عارفك وضامن بنت كويس، والناس يا ابني لو عارفه بتعمل نفسها مش عارفه. يتحرقوا الناس يا عم ربيع؟ لا ما بيتحرقوش، دول هم اللي بيحرقوا الناس الحلوه. ما احنا لو فضلنا مركزين معاهم هنفضل زي ما احنا. لازم نلاقي حل يا عم ربيع. الحل انك تكتب عليه. موافق، ولو بكره كمان. طب بس بالراحه يا ابني، بالهداوه، اسمعني، بلاش الرعونه اللي انت فيها دي. حاضر حاضر. اوعى تفتكر ان عندي بنت بايره عاوزه اشيلها لاي راجل يخبط على الباب. لا، انا بنت مهره اصيله ولا يمكن حفرط فيها الا للراجل اللي يستاهلها. والله العظيم انا عارف الكلام ده كله يا عم ربيع، تغريد في عينيا الاثنين. شوف يا ابني، كتب الكتاب ده ليه اصول، عشان يحصل لازم اهلها يتلموا حواليها، اهي اختها وجوزها يصيروا يرجعوا اجازه من السعوديه، وعاطف اخوها ان شاء الله هيعقل وربنا يثبت عقله في دماغه ويرجع، ساعتها العيله كلها تتلم، يبقى كتب الكتاب له فرحه مش خاطف كده كانها لمؤاخذه بايره. كلامك صح يا عم ربيع. السلام عليكم يا عم الحاج ربيع. هو انت؟ سبحان الله، يعني هيئتك اتغيرت، على الله تكون لقيتك شغلانه بدل شغل الشوارع. صاحبك عندك؟ صاحبي عندي؟ لا يا عم الحاج، ده انا جاي اسالك عليه. هو فين؟ ما عرفلوش طريق من ساعه ما ساب البيت ومشي. ده انا قلت انه عندك. هو يعني يا عم الحاج لو كان عندي كنت جيت سالتك عليه. ما يمكن بعتك عشان تقضي له حاجه. يا عم الحاج صدقني انا مش بكذب عليك. هو حصل ايه طيب؟ عمل عامله وسخه ما يعملهاش غير كلاب السكك وغار من البيت. لا اله الا الله. معلش معلش يا عم الحاج، ربنا ان شاء الله هيصلح الاحوال وباذن الله هعترف فيه. يعني الخلافات دي اصلها بتحصل في احسن العائلات يا عم الحاج، وكله بيعدي. معلش يا عم الحاج، ربنا يديك الصحه يا رب. السلام عليكم. سلام ورحمه الله.